دلوقتي يا ولاد انا جاي لكم عشان اتكلم معاكم في موضوع جديد كده وغريب. ايوه يعني مختلف خالص بقى عن ايام جد والكلام ده. الايام دي طلع لنا عمك مين؟ دونالد ترامب ده بتاع امريكا، بتاع امريكا يا ولاد. طالع الراجل ده كل شويه يقول لنا حاجات غريبه كده ويدي افكار غريبه مش طبيعي. جاي بقى عمال بيزعق لمين؟ لبتوع ناسا. ناسا دول مش الناس، لا ناسا دول بقى الشركة ايه المسؤولة في امريكا عن الفضاء والقمر والابحاث والحاجات دي. بقى هو زعلان بقى عمال بيزعل لهم، لهم بقى بطلوا بقى مصاريف بقى والفلوس الكتيرة اللي بتاخدوها وعاوزين تطلعوا انسان القمر. ما خلاص الموضوع ده طلعنا القمر من 50 سنة، فخلاص انشوا الموضوع دون ويركزوا بقى على ايه المليخ. المريخ يا اخويا، المارش. المارش المريخ. قال ايه بقى دونالد ترامب بيقول على مارش ايه بقى؟ ركزوا بقى في الكلام الغريب ده. بيه دونالد ترامب بيقول ايه؟ بيقول ان اللي يحسب لهم ان القمر جزء من المريخ. فركزوا في عمنا المريخ بقى. ها الراجل ده مش عارف يعني الناس بتوع الابحاث والعلم ومعاهم المناظير والفلكات والحاجات دي والحسابات والعلم ده كله طلعوا مش فاهمين حاجه، وهو بقى ايه بيعرفهم اللي هم مش عارفينه. لهم روحوا شوفوا ايه المريخ وانسوا القمر ده، القمر ده جزء من المريخ. طبعا هو قال كده وقال لهم ركزوا بقى على ايه؟ على الامن او الدفاع والعلوم. الناس على مستوى العالم ذهلت من التصريحات بتاعت الهو دون ومستغربين خالص. يعني الكلام ده منين يا جرعان؟ يعني هو مش عارف انا ايه القمر؟ القمر جزء من المريخ يعني إيه؟ والله اضحكوا علينا الناس دي، ولا في مش عارف ايه، ولا الارض كرويه، ولا في مريخ، ولا في بتاع ايه ده يا عم ده. ايوه انا شفت فيديوهات كتير على اليوتيوب ناس كتير بتتكلم زي دول، انت بتتكلم تقول لك ان الارض مسطحه ما هياش كرويه يعني مش عارف يعني، ويقول لك ان ما فيش حد طلع القمر وما فيش مش عارف ايه والقمر ايه والحاجات، وان الارض مش كرويه، وحتى الطيارين يجيبوا لك حديث مع الطيارين الامريكان بتاع يقولوا الارض مسطحه مش كرويه يعني. فالناس دي هتودينا فين يا جدعان؟ يا ربنا يبعدنا. المهم يعني يا اولاد، شوف انا العمر ده كله عمري ما سمعت الكلام الغريب بتاع ترامب ده، فما نشوف بقى ربنا يستر بكره هيطلع لنا بقصه ايه تاني جديده وهيقولوا لنا ايه، ولا احنا مش عايشين على الارض ولا ايه الحكايه يا اولاد. فاللي عنده معلومه كده ولا كده يعرفنا بيها برضك، يعني زي ترامب يمكن يطلع مثلا الارض دي جزء من الشمس ولا ايه يا اولاد، عرفونا بالظبط. ومستني تعليقاتكم.